معنا عبر سكايب من اسطنبول سيد محمد مشينش، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا. مرحبا بك سيد محمد. اذا السفير الفلسطيني لدى واشنطن اكد ان امريكا اغلقت الحسابات المصرفيه الخاصه بالسلطه، كيف ترى تاثير ذلك في عمل السلطه وفي القضيه برمتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ان هذا استمرار للبرنامج الذي تسلكه إدارة الرئيس ترامب في تصفية القضية الفلسطينية من خلال العناوين الرئيسية التي تناولتها ابتداء من السلطة الفلسطينية ومحاولة تهميش دورها، مرورا بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وانتهاء بتصفية قضية اللاجئين، وهي الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها منظومة أوسلو عندما قبلت بأن تحال هذه القضايا إلى الاتفاق النهائي، وبالتالي هذه المنظومة هي التي تتحمل مسؤولية أن تؤول الأوضاع إلى ما آلت إليه الآن، وقبولها أصلا بالشريك أو قبولها عفوا بالأمريكان كراعي لعملية السلام في الشرق الأوسط كما تسمى، وبالتالي هي استمرار لهذا النهج وإعلان فشل لأوسلو. وإلى أي مدى أيضا ترى أن ذلك الإجراء يأتي في إطار الضغط على السلطة لتمرير صفقة القرن؟ الحقيقة أن الضغط هو الآن مستمر ليس فقط على السلطة، إنما هو تهميش لدور السلطة تماما وإنهاء لدورها بعد أن انتهى هذا الخيار تماما. أنا أقول كل هذه الإجراءات هي حقيقة لا تستطيع أن تمر، لأن الشعب الفلسطيني يعلن وباستمرار رفضه لأي مشاريع لتصفية قضية فلسطين، ونحن اليوم شاهدنا كيف أن فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما قادر أن يوقف منظومة الأمن والدفاع التي يرعاها الكيان الصهيوني وينفق عليها مليارات الدولارات، ويدعمه إدارة الرئيس الأمريكي ويدعمه كل أذناب الاحتلال في المنطقة. فتى فلسطيني قادر أن يوقف كل هذه الإجراءات، وبالتالي شعبنا قادر أيضا أن يوقف هذه الإجراءات بما يقدمه من دماء واستمرار لنهج المقاومة. وبالأمس كان هناك إعلان من المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج أيضا تمسكه بحق العودة وإعلانه عن سلسلة إجراءات لأجل وقف كل ما يقوم به ترامب من أجل أن يصفي قضية فلسطين. نعم، طيب ألا ترى أن الوقت قد حان للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ولا سيما بعد تصريح صائب عراقات بأن أمريكا نفذت 70% من صفقة القرن؟ المفروض على يعني كل من رعى أو ساهم في اتفاق أوسلو أن يعلن انتهاء هذه المهزلة وأن يعلن حل السلطة الفلسطينية حتى يعود الأمر إلى نصابه الطبيعي ويعود خط النضال الفلسطيني إلى مساره الطبيعي ويسحب الاعتراف بهذا العدو وأن لا يقبل وجوده على 78% من أرض فلسطين. صائب عراقات وكل منظومة أوسلو المفروض بها أن تلتقط هذه الفرصة وتعود إلى خط النضال الفلسطيني وتعود إلى أحضان شعبها الفلسطيني الرافض لهذا النهج منذ البداية، والذي عمل منذ الاحتلال البريطاني وليس الإعلان الكيان الصهيوني على المقاومة، ومستمر بتغذية هذا الخط النضالي بدماء الشهداء كل يوم، وبالتالي هذه فرصة يجب أن يلتقطوها حتى يعودوا إلى أحضان شعبهم وأن يعلنوا وفاة أوسلو التي أعلنها الكيان الصهيوني وأعلنتها الإدارة الأمريكية بما تقوم به من إجراءات. أخيرا، ما توقعاتك لإمكانية تمرير صفقة القرن مع هذا الخلاف الفلسطيني الفلسطيني؟ الحقيقة يعني صعب أن نقول هو الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، لأننا نشاهد أن الشعب الفلسطيني كله يجمع على خط المقاومة، هناك مجموعة فقط بسيطة هي التي تؤمن بأوسلو، وللأسف هي تمتلك القرار الفلسطيني، ولكن على الأرض شعبنا الفلسطيني قادر أن يوقف كل هذه الإجراءات التي يقوم بها ترامب، ونحن نعلم أن إعلان هذه الإجراءات تم تأجيله أكثر من مرة لأنه على الأرض لا يمكن تطبيقه، وبالتالي أنا أقول استمرار شعبنا الفلسطيني سواء في الداخل بما يقدمه من تضحيات ومقاومة مستمرة ومسيرات العودة الكبرى في غزة، وشعبنا الفلسطيني في الخارج الذي يتمسك بحقه في العودة إلى وطنه، كل هذا
هو الذي سيفشل كل إجراءات ترامب ومن قبله وكل أذناب المحتل الذين يريدون تصفية هذه القضية التي هي عنوان لنضال الأمة جميعا. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من اسطنبول سيد محمد دمشينش رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا.